البنات لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله يا ربي يكونوا لاباس عليكم. جيتكم اليوم بواحد التحليه مزيونه سهله ثم الله تعجبكم تجربوها. كلشي متوفر في الكوزينه، ما كديشي شي مقادير بزاف ولا شي حاجه. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا خيزو من بعد ما غسلناه وقشرناه، ديالو عيدا بالطريقة هادي، قطعو هيدا رقيق. كتجي ساهلة سريعة، دغيا تحضريها. أنا عجبتني وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم، نطلب من الله تعجبكم. انا عملت جوج تزويات، كل واحد وهذاك اللي عنده العائله هيدا كبيره يعمل بزاف، العائله ديالي صغيره غير جوج. الناس كياكلوها في الليل، بالنسبه اللي ما كيتعشاش كتجي مزيونه خفيفه. كاين الناس كياكلوها مور الغدا، كما قلت لكم شي دابا شنيه التحليه. تابعوا معايا شوفوا شنو هي. حضر لكم اليوم فلان تريزو، صدقوني كيجي مزيون. كيجي رائع بالنسبه للعيا الصغارين اللي ما كياكلوش يخيزو هيدا في الماكله، احسن تعملوهم هيدا. خيزو فيه المنافع كثيرة. من بعد ما قشرنا الخيزو ديالنا نعملوه في الكاسرونة يطيب. يطيب هايدا بلا سكر بلا حتى شي حاجة. نعملو على البوطة شي 5 دقايق هايدا، من بعد نرجعو نكملو نكمل معاكم فلان ديالنا. عندي هنايا فلان، معتذر فلان، هذا واحد يكفي. انا عندي السيترو ديال الحليب والسكر صافي. بالنسبه للنكهه كاين اللي كيختاروا يعملوا الفاني، انا ما عملتش، كاين اللي كيفضلوا هيداك وصافي، غير انك هذا فلان وصافي كافيه. دابا نرجع معاكم نيتي خيزو ديالي ونرجع معاكم نكمل معاكم. من بعد ما طفينا على خيزو ديالنا رجعت معاكم، دينا الحليب ها هو، خليه يبرد شويه، واخا ما يبردش المهم على حسب الحليب وصافي باش ما يتقطعش. نعملو الطحالة ديالي هكذا نخوي عليه الحليب. نعدي السيترو بالحليب، خصني كمية قليلة، ما خصنيش كمية بزاف. نعملو الفلان ديالنا، نخلطو كلشي مع بعضياتو، نطحنو كلشي مع بعض. بسم الله. نعملو السكر على حسب كل واحد شنو كيفضل، انا ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف، غنعمل غير جوج المعالق ولا هيدا نزيد فيها بس نزيد النص، جوج المعالق ونص. انا ما كنفضلش الحلاوه بزاف و
ودابا نمشيو نطحنوا كلشي، عاد نرجعوا الكسرونه باش يغلي شويه الفلان ديالي. دغيا كيتطحن، غير جوج طحنات وصافي ولا ثلاثة. اللون ديالو كيجي رائع، عاد المذاق ديالو. نردو على البوطا يغلي، شي 5 دقائق هيداك حسب البوطا، الى مجهدة 5 دقائق كافية. ودابا نمشي نحط على حسب التزيين، كل واحد شنو كيفضل. كاين اللي كيفضل هيداك يخليه، وكاين اللي كيفضل انا عملته على البوطه. ها هو كيغلي، نتمنى الطريقه تعجبكم، تجيكم سهله ان شاء الله يا ربي. دابا نحضر الكراميل، ساهل كلشي عندكم في الدار. شدوا الكسرونه، جوج 3 معالق السكر على حسب، هنا عندي المول ماشي كبير بزاف. نعملوها على البوطة، انا نعملو الماء ما كنحضر حتى شي حاجه، كنحضر الكراميل ديالي هيدا لا ما بلا حتى شي حاجه، غير السكر طال البوطة يغلي. من بعد ما داب الكراميل ديالي، ها هو كيصبح بهذا الشكل هذا، ها هو المول ديالي. انا عندي المول صغير، العائله ديالي صغيره ماشي كبيره، هذا الشيء كافي. نمشيو شوية هيدا، ها هو فلان ديالي عفوا. من بعد ما غلا بسم الله، صدقوني كيجي مزيون، جربوه. يعجب ليا صغاري، حتى الكبار يجي رائع. الفلان ديالي ها هو، دابا ندخلو الثلاجة حتى توصل الوقت اللي غنتناولو، ساعتها كنخرجو نوريكم الشكل ديالو. بالنسبة للتزيين كل واحد الطوق ديالو، انا عملتلو الكراميل، وكل واحد شنو كيفضل. كاين اللي كيفضلو ياكلو هيداك بلا كراميل، حسب كل واحد وشني كيعجبو. انا عملت له كراميل، دابا نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. نطلب من الله يعجبكم، نطلب من الله يكون خفيفه على قلوبكم، ما تبخلوش علينا بالاعجابات ديالكم والافوني. البنات هذا هو الشكل الفلان ديالنا، هيدا كيجي هذا الشكل هذا، صدقوني كيجي رائع رائع، لا في المذاق ولا في الشكل ديالو، كيجي مزيون صدقوني. الا جربتوه غيعجبكم، وتزيين كل واحد الذوق ديالو. كاين اللي يفضل ياكلو هيدا، كاين اللي كيزينو هيدا بشي حاجه، انا فضلت نزينو هيدا بالكاوكاو.
هذا الشكل هذا. كاين اللي كياكلوا هايداك غير بالكراميل وصافي، انا زينتو هايدا بالكاوكاو، كل واحد الذوق ديالو. نتمنى من الله يكون عجبتكم التحليه اليوم، لا تنسوش الاعجابات ديالكم باش يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي. تبخلوش علينا، السلام عليكم، حتى فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي نوريكم كيفاش كيجي. كيجي مزيون، كيجي رائع رائع صدقوني. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي الشكل ديالو جميل صدقوني، غيعجبكم الا جربتوه. كيعجب العيال الصغارين اللي ما ياكلوش شي خيسوله، الاحسن هيدا تعملوا فلا بعدا بعدا يستافدوا من ديك الفوائد اللي فيها خيسو. اليوم صحه وراحه، نتمنى الله يكون عجبكم الفيديو، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.